معظم الناس يقول لك أنا أريد الخير، أريد الجمال، أريد الحق، أريد العدالة. أقول له جد، عليك أن تلتزم بهذه الإرادة وستحاسب عليها، تلتزم بطريقها. وين يحدث الالتباس الآن؟ حين نخلط المجرد أو العام أو الشامل بالعيان بالمتشخص. في هذه القضية بالذات أحد طرفي النزاع هو ابني أو أنا، حتى أنا. الله قال لك هنا انتبه. المفروض في كل عياني، في كل متشخص متعين، يعني لابد دائما أن تستلهم المجرد الكلي الشامل دائما. انظر إليه، إذا لم تستطع استقل، تراجع. أنت قاضي الآن، افترض أنك قاضي أو محامي، أحد طرفي النزاع صديق، والناس ربما لا يعلمون، صديق قديم، غلب عليك إيه؟ عاطفة الوفاء لهذا الصديق، استقل. قل لا، هذه القضية لن أقضي فيها، خذها زميلي فلان. ليه؟ عندي أسباب. أقول لا أريد، شايف نفسي مش قادر أفصل، مش قادر أواعن بين العام وبين إيه؟ هذا الخاص، سأغلب الخاص مباشرة. مثل الفقيه الذكي الورع، سبحان الله، كان عنده بيت، عفوا في بيته كان عنده بئر ماء، وهذا كان مكلف جدا، كان مكلفا جدا، تحتفر بئر ماء ويطلع فيه مي كمان في البيت، هذا اللي صعب كثير كان زمان. وسقطت فيه دويبة صغيرة. في نفس اليوم سبحان الله، بعد شوية جاء واحد يسأله عن هذه المسألة، ما حكم ماء البئر الذي سقطت فيه نجاسة؟ تشوش هو الآن بئره، فأمر بطم البئر، أن تردم البئر أولا، علشان بعدين لما يختار بين المذاهب وبين الأقوال يختار إيه؟ وهو متجرد للحق. شوف الورع لوين؟ شيء مش طبيعي. هذول أولياء الله، هذا العلم الرباني، هذا العلم الحقيقي، صاحبه حقيق أن نثق به وأن نكبر إيه؟ مقامه وقدره. استقم. بروتوس القنصل الروماني، بروتوس أعطى إذنا بل أمرا، أصدر أمرا بتطبيق العقوبة التي تقضي بها القوانين، قوانين المشائخ، مجلس الشيوخ، على من؟ على ابنه. ثبتت عليه جريمة الخيانة العظمى. يقول المؤرخون كان يمكن أن يتدخل، مجرد تدخل بسيط، وينقذ ابنه، رفض وأعدم ابنه. هنا العظمة، هنا العظمة. شوف هذا واحد مش مسلم، هذا واحد وثني، بروتوس القنصل الروماني، أعدم ابنه، كان يعدم، لأنه في العام عنده أولوية، يحكم على كل خاص بغض النظر كان هذا الخائن الوطن ابني أو أخي أو أي واحد، يعدم، علشان تبقى إيه؟ تبقى سطوة وهيبة وجلالة للعام. سقراط نفسه حين حكم عليه إيه القضاء بالإعدام، كانت عنده فرصة سانحة أن يهرب عادي، وحتى البواب السجن كان متعاطفا معه، من هربك يلا؟ قال لا، أبدي، صح هذا الحكم ظالم، ظلمني، سألقى حتفي من جرائه، أخطأ، أخطأ هذا الحكم، شاكلة الصواب هذا. ولكن العام عنده إيه أصالة، عنده أولوية. إيش هو العام؟ احترام القانون. القانون يسري على الجميع بما فيهم سقراط، يخطئ القانون مرة ومرات، لكن يصيب في ألوف المرات. لست استثناء، انتبهوا كما قلت لكم، هنا العهر، هنا الفزق، أن تجعل نفسك استثناء. أنا مع القانون، مع كذا، بس أنا استثناء. لا، مش استثناء. ولذلك لو أن فلانة بنت محمد سرقت لقطعته، يا سلام، موجود كله في الدين. نرجع الفلسفة نطلع نلاقي كله في الدين، لو فهمنا الدين. بس إحنا الدين ابتذلناه، هذا مشكلة، ابتذلناه، لم نحول الدين إلى صيغ تربوية عملية، انتبهوا، فقط إلى خطب من برية، ولو أن فاطمة، كلام فارغ، بنقوله بنطلع بنطبق عكسه تماما، وإحنا مرتاحين، وإحنا مرتاحين. طيب، إذن هذه هي البواعث وهذه الغايات، الغايات محددة، الغايات محددة. يمكن اختبار إيه؟ النفس بصدد إيه؟ موضوع الغايات. قل لنفسك ماذا أريد؟ هل أريد تحقيق العدالة كما قلت لكم؟ أو أريد الشماتة بالعدو الذي سقط لليدين وللفم؟ إن قلت اختلط علي الأمر، أقول لك تراجع، لا تتدخل، لا تلقي بكلمة، لا تشهد، لا تؤدي الشهادة هنا، تراجع، دع غيرك يؤديها، أمرك ملتبس، مش عارف أنت. لكن في معيار أيضا عقلي يستطيع الإنسان يختبر نفسه، تعرف شو هو؟ معيار عقلي كمي، شوف نفسك كم المرات التي أدليت فيها بشهادة لغير صالح أو أودائك وأحبابك، ضدهم كمان، ضد ابنك، ضد أبوك، ضد أمك، ضد كذا. إذا عملت هذا كثيرا ما تخافش على حالك، أنت ممتاز، أنت أخلاقي. بس إذا لم تفعل هذا مرة، والمرات المعدودة المحدودة
عملت حياديا إزاء أشخاص أنت محايد إزاءهم أو أشخاص لا تستروح لهم لا يروقونك، أقول لك تراجع، أمرك خطير، أمرك خطير، وعين الرضا عن كل عيب هي، ولكن عين الصفر تبدي المساوئ. تراجع حين تتصدق، سل نفسك ما الذي تريده، ما هي الغاية من الصدقة، لماذا تطلع 100 يورو تدفعها لهذا الفقير، لهذا المسكين، لهذه الأرملة، لماذا تفعل هذا؟ سل نفسك، تقول أفعل هذا طالبا لرضا الله تبارك وتعالى ورحمة بهذه المسكينة، رحمة، أريد أن أرحمها، أن أرفع الضر عنها، أن أساهم في إسعادها وبنياتها وأبنائها اليتامى الغلابة المساكين. أقول لك جيد، هذا يمكن اختباره. هل حين تفعل هذا في معظم الحالات، الشرط في كلها على كل حال قرآنية حتى في معظمها، هل تفعل هذا خفية؟ وهل فعلا تستبقي إيه هذه الخفية؟ تسكت لا تحدث بها أحدا، ولا زوجتك ولا ابنك أبدا، لأنك قلت أنا أعمله رحمة بها، فقد رحمتها وطلبا لما عند الله، والله موجود ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لماذا تتحدث إذن؟ تقول أنا ما تحدثت بفضل الله، ما بتحدث، أنا بعرف حالي بيني وبين نفسي، عملت هذا مئات المرات، ما حدا بيعرف. أقول هنيئا لك، أنت شيء جميل جدا. في المرات المعدودة التي تلز لزا إلى أن تعطي أمام الناس، ما فيش إمكانية قبل تعطي، تعطي إن شاء الله، أن تبدو الصدقات فنعمة هي، وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم السيئات. مرات تضطر تعطي، ما فيش، المجال هو هيك تعطي، لكن انتبه كما قلت لك يمكن اختباره. إن كنت لا تتصدق إلا تحت أضواء الكاميرات وتحت عيون الجماهير وتحت أقلام الدعائيين والمحسن الكبير، أقول لك يا ويلك يا ويلك يا ويلك من أنت. واضح أنك هنا، أنا لم أحكم على بواعثك، حكمت على ماذا؟ على الغايات. انتبه، الحكم بالغايات الآن ليس بالبواعث. ماذا تريد؟ واضح من تصرفي أن غايته الظهور، لا يفعل إلا أمام الناس وهو حريص على هذا، وحين لا يحضر على الشهود يقول استدعوا الصحافة، استدعوا التلفزيون، استدعوا فلان، شفت يا فلان الحمد لله اليوم أعطيت كذا كذا. أقول إيش المصيبة هذه؟ في ناس هيك بيعيشوا هكذا، وبده وصل أمانة، وبده فلوس، وبده كذا، وينوه به في الجرائد وفي التلفزيون. لازم، واضح إنه هذا الرجل ما دون البواعث، أنا ما يهمنيش البواعث تبعته، واضح من غاياته الإنسان إيه، صح ولا؟ وهذا ما غايتك؟ تقول إن غايتي نشر العلم. لماذا تبخل به إلا على من يدفع؟ اللي بده نشر العلم يا أخي، الأنبياء دعوا من غير إيه؟ أجر، وما أسألكم عليه من أجر، ما في أجر. اللي بده ينشر العلم والفضيلة هذا لوجه الله تبارك وتعالى. في ناس يا إخواني وجربنا هذا، تتصل به تقول له والله إحنا عندنا مؤتمر إسلامي بدنا كذا، يقول لك كم تعطون؟ ما عندنا، السلام عليكم. بعضهم يغضب يصرخ في وجهك، أنا عندي وقت فارغ أنا. طبعا وقته من ذهب، ذهب حقيقي بتحول لذهب، وهوتيل 5 نجوم وسيارة مرسيدس وفي الساعة كذا كذا وفي كذا، شيء رهيب. هو ولحى طبعا، انتبهوا انا بتحدث عن مشايخ نشر العلم الشرعي كمان، يعني العلم العادي ها عندهم ندحة يعني، بس العلم اللي